عندما يذكر السلطان عبد الحميد في أوروبا والدول الغربية دايما بيقترن اسمه بمجازر الأرمن. خلينا النهاردة نتكلم عن ايه اللي حصل في الأرمن. وقفنا الحلقة اللي فاتت عند المسألة المصرية وعقد مؤتمر برلين بعد التنازلات اللي قدمتها الدولة العثمانية سواء قدام روسيا أو قدام بريطانيا. الأمر ده طمع دول كتير من الدول اللي بتطمع في جزء من الدولة العثمانية. أهم الدول دي كان اليونان. حصل مع 20 سنة أو ما يقرب من 20 سنة من حكم السلطان عبد الحميد ثورة أو اضطرابات في جزيرة كريت التابعة للدولة العثمانية. الجزيرة دي أغلب سكانها يونانيين. يونان قررت انها تدخل في حرب مع الدولة العثمانية عشان تاخد الجزيرة دي. الجيش العثماني استطاع ان هو ينتصر على اليونانيين واستطاع ان هو يقمع هذه الثورة. بعدين حصل اتفاقية سلام دفعت بموجبها اليونان تعويضات للدولة العثمانية في مقابل ان جزيرة كريت تأخذ حكم ذاتي تحت السيادة الاسمية العثمانية. ده بالنسبة لليونان. بالنسبة للجزء الثاني المهم جدا وهو جزء الأرمن. الأرمن كانوا على مدى قرون بيعتبروا هم الأقلية المفضلة بالنسبة للعثمانيين، ولكن الأرمن بينتشروا في مناطق شرق الدولة العثمانية ناحية روسيا. روسيا عايزة انها تفكك الدولة العثمانية من الداخل، فحرضت طبعا اللي هقوله ده حسب المراجع المؤيدة للدولة العثمانية. حرضت روسيا بعض الجماعات المسيحة الأرمينية انها تقوم باضطرابات او ثورة مسيحة في شرق الدولة العثمانية. حصلت الاضطرابات دي وحصل هجوم على بعض الثكنات العسكرية العثمانية وعلى بعض القرى المدنية للمواطنين المسلمين. الدولة العثمانية في وقت ده بقيادة السلطان عبد الحميد ما كانتش عايزة تدخل الجيش العثماني للمناطق دي، ان مناطق أرمينية مناطق ممكن يدخل بقى في حرب عصابات وساعتها هيتم استنزاف الجيش العثماني اللي هو مستنزف اصلا. فقرر السلطان عبد الحميد ان هو يشكل الخيالة الحميدية وهم مواطنين اكراد من اهل المنطقة. سيحهم السلطان عبد الحميد فبقوا كتائب شبه نظامية بدأت انها تعمل تحارب الجماعات او الميليشيات الأرمينية دي، وفعلا استطاعت الخيالة الحميدية دي انها تقضي على الثورة الأرمينية او الجماعات الأرمينية. طبعا قوات شبه نظامية في منطقة واسعة زي شرق الدولة العثمانية، الموضوع ده نتج عنه اكيد حصل تجاوزات. ممكن الغرب بيهوي من هذه التجاوزات، ولكن الشاهد ان بيجمع عليه ناس كتير ان حصل تجاوزات. الحجم بتاعها في اختلاف واضح عليه ما بين المصادر المؤيدة للدولة العثمانية وشبه بتنفي حدوث يعني اي اساءة للأرمن، والمصادر الغربية اي بتعتبر ان حصل تدمير او يعني ابادة ممنهجة للأرض. احنا مش هنرجح اي رأي من الرأيين، احنا كان هدفنا ان احنا نحكي القصة ونعرض وجهتين النظر. كرد فعلي اللي حصل في الأرمن ده، وبرضو يا يمكن تجاوز ان اكيد كان في دور غربي في تحريك الاحداث، حصلت محاولة لاغتيال السلطان عبد الحميد سنة 1905 من قبل بعض المجموعات الأرمينية. السلطان عبد الحميد كان متعود ان هو مع كل صلاة جمعة بيروح جامع آيا صوفيا ان هو بيصلي صلاة الجمعة. هو السلطان عبد الحميد من الصفات اللي كان بيتصف بيها ان هو كان انسان منظم جدا، يعني ساعة كذا بالدقيقة بتلاقيه خرج من الصلاة صلاة الجمعة. فتم وضع قنبلة في الوقت اللي هو متعود ان هو يخرج منه من صلاة الجمعة، ولكن في اليوم اللي حصلت فيه عملية الاغتيال استوقفوا شيخ الاسلام للدولة العثمانية وسألوا كيمه في موضوع معين، فانفجرت القنبلة قبل ما السلطان عبد الحميد يروح الموكب بتاعه. عملية الاغتيال دي اتهم فيها بعد كده بعض الجماعات الأرمينية. النهاردة اتكلمنا عن موضوع الأرمن،
حاولنا ان احنا نكون يعني نحكي حكاية ونعرض وجهتين النظر بدون ترجيح وجهة نظر. اتمنى ان انا اسمع ارائكم في التعليقات، بنقبل كل التعليقات والاراء مادام مكتوبة بشكل محترم وبدون اساءة. وسعيد.